إيمرسون انه لعب شارك وبعدين تم منعه بقرار من الاتحاد الدولي بانه كان مشارك مع منتخب بلاده. طيب الغلطه هاي من يتحملها الشيخ؟ بان إيمرسون يشارك في المنتخب القطري؟ احنا نتحملها كاتحاد قطري وانا اعترفون اول انا اعترف وانا اولهم كرئيس اتحاد اتحمل اذا كان هناك خطا اتحمله. لكن عشان ما ندخل في نخوض في تفاصيل كثيره لان لحد الان يمكن تعرفين القضيه لم تغلق 100%. اذا كان في خطا من ناحيتنا احنا في الاتحاد القطري احنا اللي نتحملها وانا اولهم، لكن في اخطاء مشتركه. جميل. في اشخاص. حلو انك انت تقول هذا الكلام، وحلو انه لما احنا عندنا في الخليج ساعات في ناس لما يصير خطا ما يعني يحاول يتهرب منه او يتهرب حتى من السؤال نفسه. ف لا بالعكس، حلوه صراحتك الشيخ، لان الموضوع واضح يعني وما يحتاج ما يحتمل اكثر من اجابه، لكن الخطا نفسه في يعني مش اشخاص، فيه اطراف كثيره خطا فيها. خلينا نرجع ونختم الحديث عن الحلم الحين. يعني اليوم الشارع القطري في الدوحه الشيخ يعني يأمل كثير على المنتخب، يعني فرحوا في الأسياد وفرحتهم في كأس الخليج وفترة جميلة في الاتحاد ما نجاملك الشيخ، ولكن في, في